سعي السلطات السعودية لتأمين موسم الحج سنويا يؤكد الحرص على تسهيل زيارة الحجاج لأداء المناسك، إجراءات تفوق بمهنيتها وتفاصيلها إجراءات العام الماضي. ففي كل موسم حج تؤكد المملكة العربية السعودية عملها الحثيث على جعل أداء المناسك زيارة مريحة وآمنة. أكثر من 2 مليون شخص يؤدون المناسك هذا العام، وتم حشد عشرات الآلاف من رجال الأمن. ووفق السلطات السعودية أيضاً تم تحضير أكثر من 20 مستشفى وعشرات المراكز الطبية ونصب آلاف الخيم المكيفة، إضافة إلى تخصيص المئات من عمال النظافة الإضافية. ينضم إلينا الآن من الرياض أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف. دكتور عبد الله، أهلا بك معنا عندما نتحدث عن الترتيبات الخاصة بموسم الحج، ليفهم لربما المشاهد أكثر حجم العمل والتخطيط الذي تقوم به ليس فقط وزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة، ولربما معظم الجهات الحكومية لتوفير كافة التسهيلات للحجاج. مساء الخير. أنا طبعا الموسم الحج مجرد ما ينتهي الموسم السابق يتم الإعداد للموسم الحالي. هناك لجنة للحج تسمى لجنة الحج المركزية، تتشكل من الكثير من الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. قبيل الحج يتم تسخير جميع الأعمال والمؤسسات الحكومية لصالح الحج. هناك عمل جبار جدا لخدمة الحجيج. إذا ما علمنا أن هناك أكثر من 350 ألف شخص تم تجنيدهم لخدمة الحجيج، هناك الآلاف الذين يعملون في القطاعات الأمنية، هناك 30 ألف ما بين طبيب وممارس صحي والعديد من المستشفيات، 4 مستشفيات كبيرة في مشعر منى و4 في مشعر عرفات وعلى الجسور وغيرها. كتابات العدل والأنظمة والمحاكم أيضا أوجدت لها محاكم متنقلة في عدد من المناطق، قياس درجات الحرارة، تطويع التقنية، وهذا بالمناسبة شيء جديد جدا، تم اليوم تطويع التقنية لخدمة الحجاج من خلال إيجاد العديد من التطبيقات التي جزء منها يعمل حتى بدون الارتباط بالإنترنت، بعضها تحت مسمى مقصد الذي يخبر الحاج أين موقعه في أروقة المسجد الحرام أو في المشاعر المقدسة، وهذا يقضي على قضية ضياع الحاج أو توهانه عن المخيمات التي يسكن فيها. مخيم أيضا تطبيق أسعفني لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية، تطبيق كلنا آمن أيضا لطلب النجدة والإسعاف من قبل السلطات الأمنية، تطبيق مناسكنا لطلب الفتية أيضا للحاج وتعريفه بكيفية أداء المناسك، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك الكثير 3 ملايين حاج، بعضهم كبير السن وبعضهم لا يجيد قراءة اللغة العربية ولا حتى الإنجليزية، وبالتالي تم تسهيل اليوم قراءة اللوحات ومعرفة اللوحات الإرشادية ومتى يذهب ومتى يبقى في مخيمه وما هي المناسك وعليه إلى عندما يريد طلب الخدمة إلى أين يتجه. اليوم سهلت وأصبحت هذه ميسرة، بالإضافة إلى 140 مبادرة أدخلت هذا العام جديدة لخدمة الحجاج. طب دكتور عبد الله، يعني نجاح موسم الحج بالإضافة لما تحدث عنه تسهيلات في كل أمور الحجاج في أداء المناسك، نتحدث عن أكثر من 2 مليون حاج يعني قدموا اليوم لبدء المناسك تحديدا اليوم، وبالتالي إلى أي مدى هي فعلا رسالة توجهها المملكة؟ الحقيقة اليوم أنا أجزم أنه العالم يدرك جيدا أن المملكة العربية السعودية أصبح لديها خبرة تراكمية في إدارة الحشود والتعامل معهم، حجاج مختلفي اللغات والأعمار والثقافات
من 163 دولة في العالم، لا أحد يستطيع التعامل معهم في مساحة جغرافية محدودة وفي مساحة أيضا زمنية محدودة إلا المملكة العربية السعودية. الجميع من الدول يتفهم الإجراءات التنظيمية والأمنية التي تطلبها أو تتطلبها سلطات الحج حتى تقدم لهم الخدمات بيسر وسهولة. عندما نتحدث عن العالم أجمع هناك شذاذ، وهؤلاء الشذاذ لا حكم لهم ولا يمكن النظر إليهم، فالعالم أجمع أن هذا حق سيادي للمملكة العربية السعودية الإشراف على الحرمين الشريفين وتنظيم وتسهيل أعمال الحج والعمرة لقاصدي الحرمين الشريفين. الجميع يؤكد ويثني على مجهودات المملكة العربية السعودية الغير منظورة والغير محدودة في الجانب الصحي وفي الجانب الأمني وفي الجانب الخدمات وفي الجانب التقني وفي جانب مبادرة طريق مكة التي أصبحت اليوم تتعامل فيها 5 دول يتعامل الحاج مرة واحدة من إصدار التأشيرة في بلده ويغادر ويذهب من الطائرة إلى حافلته إلى سكنه دون أن يمر على نقاط التفتيش والجمارك هنا في المملكة العربية السعودية. هناك جهود جبارة كبيرة جدا، ربما العالم يشعر بنوع من النشوة والافتخار عندما ينتهي من فعالية يزورها 100,000 أو 200,000 وتمر بسلام. السعودية تتعامل مع 3 ملايين حاج، 2 مليون من الخارج ومثلهم وقرابة 1 مليون من الداخل، وبالتالي التعامل معهم بيسر وسهولة. يعني عدد الحجاج هذا العام أكبر من حجاج العام موسم الحج الماضي، وبالتالي في ظل ما تتحدث عنه دكتور عبد الله إلى أي مدى هذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون أو 30 مليون حاج ومعتمر؟ نعم، لكنها 30 مليون حاج ومعتمر خلال عدد من السنوات، باب العمرة أصبح مفتوح طيلة العام، وبالتالي سيرفع عدد المعتمرين خلال الفترة القادمة إلى أكثر من 15 مليون معتمر خلال الفترة القادمة. وأما الحجاج فالحج هو موسم واحد خلال السنة وهو محدود بمساحة جغرافية. هذا العام كان هناك زيادة بنسبة أعتقد 6% عن العام الماضي، مع التوسعات ومع إجراء الكثير من الإجراءات التنظيمية ربما ستكون هناك زيادة أيضا ملحوظة خلال الأعوام القادمة. هذا أيضا يسهل على المملكة العربية السعودية التعامل مع الحجاج وتفويجهم وتصعيدهم ثم العودة مرة أخرى إلى مخيماتهم. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي، كنت معنا من الرياض. نهاية حلقة اليوم من قضايا راهنة، حلقة جديدة غدا وقضايا متعددة. إلى اللقاء.